أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم على البال. من خلال هذا البرنامج نستضيف عدد من الرياضيين، وحرصت دائما وأقول وأعيد وأكرر في هذا البرنامج أختار ضيوف الأغلبية أنا من الرياضيين اللي ما يطلعون، يعني لقاءاتهم قليلة أو قد ما تكون عندهم لقاءات. حرصت من هذا البرنامج إخواني زملاء الآخرين يعرفون لاعبين آخرين، ولكن أنا حكي إن حرصت أن يكون ضيوفي يطلعون للمرة الأولى من خلال هذا البرنامج. تذكرون فريق خيطان مرحلة السبعينات بداية الثمانينات؟ كان فريق الحقيقة مميز في عطاء لاعبينه اللي برزوا مراحل متعددة. الآن لو تروح منطقة خيطان في أي مكان بخيطان تقول محمد إسماعيل ما يعرفون إلا إذا قلت أبو حيد، خلاص في ناس تعودوا، يعني إذا قلت له محمد إسماعيل يقول أي محمد إسماعيل، إذا قلت له اللقب اللي هو فيه يعرفون الناس يعرفونه. محمد اسماعيل ابو حيد الحقيقه كان من اللاعبين المميزين واللاعبين يعني صاحب عطاء سخي في الملعب. ايضا لما تسلم التدريب نادي خيطان كانت له نتائج جيده. ضيفي ما قايل ابو حيد لكن محمد اسماعيل، حياك الله. الله يحييك ابو نصار، تسلم والله حبيبي. اول سؤال يطري في بالي، ليش سموك ابو حيد؟ خيطان معروف فيها، ليش؟ شنو قصتها؟ هذه والله لها قصه يعني قديمه هي. شنو القصه؟ كنا طبعا احنا ساكنين يم النادي، يعني صدفة ان احنا مديره ايام المطينة فملعبنا كان بالمطينة، فالناس اللي كانت تلعب بالملعب هذا اكبر مني، وانا كنت احب العب كره فادش معاهم زين، وهم اكبر مني ما يبوني، ولا يوت الكره قمت اقفط 1 2 3، واذا ما اعطوني الكره رحت اخذها هيد 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 هيد. فواحد قال لي انت والله مو هيد، انت بحيد، وراحت علي ومشيت عليك. مشيت علي. نتكلم وانت صغير شنو كنت تتمنى تكون في حياتك في مرحلة الطفولة؟ والله طبعا انا من يوم انا صغير كنت احب الكرة للأمانة، يعني حتى اتذكر يعني لما كنت اروح المدرسة كنت اشوت خرا اصيدها واشوت فيها للمدرسة وارد فيها البيت، لقيت انام والكرة يعني معاي. فأنا يعني كنت فعلا حاب اني اكون لاعب كرة في ذاك الوقت. يعني من اللاعب اللي كان يطيب عن بالك حببك بكرة القدم في ذاك الوقت؟ نعم، يعني يوم كنت صغير يعني كنت اشوف يعني الدوله، نايف الجابر رحمه الله، يعني في رحمه الله عليه، يعني هذول كنت يعني مركز عليهم اكثر. لكن بعد يعني سنتين او ثلاث شدني صراحه صالح ابو حديده رحمه الله عليه. نعم، لاعب ابو حديده كان لاعب نادي الكويت وبالتالي يلعب خيطان، يعني فعلا كان هو القدوه لي انا، يعني كنت يعني اتمنى اني العب معاه او اصل الى مستواه، ولله الحمد يعني لعبت معاه. يعني فصالح ابو حديده يمكن مو معروف اعلاميا لكن كتاريخ هو فعلا لاعب يعني مميز في نادي الكويت والمنتخب ونادي خيطان. ايش طرى في بالك تروح حق نادي خيطان تحديدا؟ الصدفه قلت لك انا في رجلنا وبيتنا يعني كان بالصدفه يم المطينه، والمطينه لاصقه بالنادي، فبالتالي يعني كانوا حتى يرانا يعني عيال الخضاري وذيل ربعنا كانوا يروحون واروح معاهم، وبالليل ردت معاهم. انا كنت شويه اخاف بالظلم بالليل المطينه حفره كبيره، فالحقهم ارد البيت. بس عشان نوضح حق المشاهدين الان ما يعرفون شنو المطينه، شنو المطينه؟ هي عباره عن حفره يعني كبيره، الظاهر في فتره زمنيه كانوا الناس يعني يستعملون الماء، يعني اعتقد احنا لحقنا عليها حفره كبيره لا يطق المطر، وملعبنا داخل لا يطق المطر تنترس، ننطر عليه من يروح المطر الماي كله نرد نلعب في الملعب. لما رحت نادي خيطان من اللي يطري في بالك راح معاك؟ راح معاي طبعا اول شيء فريجنا، نعم، عيال خلف الخضاري وعيال الصناع، حمود الحين مستشار، وعادل الخضاري وصلاح الصناع
وحامد محمود، داود عبد الرحمن رجعان، يعني جمال ابراهيم، يعني المجموعه اللي بدر الفهد، سيف الفهد، نعم هذه المجموعه اللي كانت تقريبا فريقنا ونروح مع بعض. فتره لعبك مع نادي خيطان في تلك المرحله حققت اللي تبيه في بالك؟ يعني حققت نتائج زينه في تلك المرحله؟ شوف احنا انا لعبت، يعني اتذكر اول ما لعبت في موسم 73 74، لعبت وانا صغير، يعني عمري اقل من 17 سنه. ففي بدايتي لما لعبت كنا احنا تقريبا مسيطرين على يعني تقريبا المركز الاول في الفرق الدرجه الثانيه، لكن طبعا ما صعدنا يعني الدرجه الاولى ولسوء الحظ يعني وليس المستوى، لان كان معانا فعلا لاعبين في مستوى عالي جدا، واعتقد من افضل اللاعبين اللي مروا في تاريخ كره القدم في الجيل هذا اللي هو جيل يعني شطيلي والمجموعه هذه، هو من افضل يعني هذا، لكن ما قدرنا صراحه يعني امانه نصعد مركز الدرجه الاولى. احرزنا كاس الاتحاد في موسم 75، تعتبر هذه بطوله لنا كلاعب، انا كنت مع الفريق يعني. امنياتي طبعا اكيد كنا اتمنى ان اكون مع يكون نادينا مع الفرق الدرجه الاولى ونكون مع المنتخب، يعني ما كان لنا حظ يعني في المنتخب. كان في ذاك الوقت تنافس بينكم بين النصر والتضامن، تنافس لقاءات كل المباريات اللي على بالك الان ما تطري على بالك ما تنساها؟ طبعا كبارات لا يمكن لا انا انساها ولا نادي خيطان ولا جمهور خيطان، يعني هذه البطوله طبعا كانت في الصاله بين احنا كنا بين ثلاث انديه، احنا والتضامن والنصر. طلع التضامن من يعني عدم ما عنده فرصه انه يتاهل، فلعبنا احنا والنصر مباراه، طبعا كان في حضور الشيخ شهيد رحمه الله عليه، الشيخ فهد الحميد، وطبعا جمهور، وكانت على نادي الكويت اتذكر، وكان جماهير كبير. نعم نعم، وعموما يعني احنا والتضامن والنصر دائما في المنافسه هذه موجوده. هذا يعني اللي ضيعت فيها؟ نعم هذا اللي ضيعت فيها اللي ضيع المشا يقول لك انا يلا بس ايش كملها يلا. نعم. فطبعا كانت مباراه ما تنسي يعني، واحنا طبعا التعادل كان يكفينا وكنا فازين 2-1، ويانا بلنتي، انا طبعا المباراه سجلت هدف وصنعت هدف، فلما صار بلنتي قلت بشوت، ركضت وشلبت الكره قلت بشوت، ما يعني توفقت في البلنتي، ردت علينا بلنتي، تعادلوا معانا، واخر ثانيه عطاهم جول وفازوا علينا. زعلتك المباراة؟ طبعا تاثر، حملوك خاصه حملوك المسؤوليه. والله يعني الامانه انا كنت يعني مو لازم اقول انا، يعني الناس كلها قالت، لكن نجم فيها اني كنت انا نجم المباراه فعلا، لكن هي اعتبرها انا يعني تسرع، يعني يمكن في ثقه لكن تسرع، ويمكن انانيه اعتبرها الحين حاليا، لان راح منا يعني دوري صعود الدوري الممتاز اللي قبل الدرجه الاولى نسميه، يعني قعدت فتره طويله انا متالم يعني زين، لكن بعد شو تسوي؟ درست في امريكا ايضا فتره من الفترات، شنو تذكر شنو الشيء اللي تخطر في بالك في دراستك في امريكا؟ طبعا لما رحنا امريكا الذكرى الاولى الجميله اتذكرها الامانه من اخوي العزيز، وللحين هو اللي قاعد يستضيفني جابر نصار، كنا احنا متواصلين الامانه مع بعض دائما يعني، وكنت دائما تبعث لي اخبار الكويت وتخليني يعني يشتاق الواحد حق الرسائل هذه، الرسائل والصور الجميله. فطبعا ذكرى جميله، هذه احدى الذكريات الجميله مو بدون مجامله يعني بنصار، واتذكر كان لقاء مع النجم الدولي في ذاك الوقت سيد شطيلي، لما سالوه شنو أغنية تهديها؟ قال عندي أغنية هديها حق أخوي كابتن محمد إسماعيل، عساك ترد لي روحي المسافر. فطبعا الحمد لله يعني كنا احنا أصدقاء وكانت تربطنا يعني علاقة طيبة، والله الحمد، وذكريات جميلة أيضا كانت في أمريكا يعني في ذاك الوقت. نعم. أنت حكى أيضا شنو الهدف اللي ما يغيب عن بالك على مستوى المنتخب شاهدته تبقى ذكراه في نفسك إلى الآن؟ نعم. شنو؟ شوف انا ابو نصار الامانه الاهداف كثيره يعني كثيره، نختار هدف واحد. نعم كثيره. انا كنت صراحه قلت لك كنت احب قبل عبد الرحمن الدوله ونايف الجابر رحمه الله عليه، وبعدين عقبهم علي المله، وطبعا وبعدين بروز طبعا النجم الكبير جاسم يعقوب. فاعتقد هدف جاسم يعقوب على روسيا هو يعتبر بالنسبه لي من افضل الاهداف يعني. نعم.
حبتنا في كل مكان توقف لهدف لجاسم يعقوب في مرمى روسيا في أولمبياد موسكو 1980، ثم نعود مع ضيفي في حلقة اليوم محمد إسماعيل الأنصاري، أيضا لاعب نادي خيطان السابق وأيضا أحد المدربين اللي برزوا مع نادي خيطان. باول اثنين منتخب سعد الثلاثي منتخب الوطني وصل جاسم فريق الاتحاد السوفيتي وهجمة وكرة معاه تنقطع مرة ثانية لحمد محمد وهجمة عكسية وجمال عقوب معاه. نود حبتنا من جديد في برنامجكم على البال مع المدرب الوطني محمد إسماعيل الأنصاري اللي كان أيضا لاعب في نادي خيطان. شفنا هدف جاسم يعقوب، هذا الهدف وين شفته؟ وين كنت فيه؟ أدل وين كنت موجود فيه؟ بالبيت. في البيت. بالبيت لأنه ما كان بروسيا. نحكي أيضا من خلال الأشياء اللي في بالك في مباريات دوري الدرجة الثانية، ليش دوري الدرجة الثانية كان مميز وساخن، حضور جماهيري ونجومية؟ نعم. ليش مرحلة السبعينات تحديدا وبداية الثمانينات؟ هي أولا يعني أعتقد أن الكرة الكويتية انتعشت ونجومها كثرت في الفترة هذه، فترة السبعينات، يعني هي الفترة اللي ما بعد الفترة اللي نهوض الكرة الكويتية. فأعتقد أن نجوم الأندية الدرجة الأولى ونجوم الأندية الدرجة الثانية، فاللاعبين كانوا للأمانة يعني كثيرين وكلهم نجوم إن كان فريق الدرجة الأولى، لكن طبعا الفرص ما جاءت حق اللاعبين اللي من درجة ثانية أن يلعبون في المنتخب، لأن كان يضم المنتخب لاعبين على مستوى عالي ويحمل نادي ويمثل نادي كبير يعني. فاعتقد ان يعني النجوم اللي كانوا موجودين هم اللي يعني رفعوا المستوى كره القدم الكويت. واحد. اثنين، الجماهير كان فعلا في جماهير غير طبيعيه. ثلاثه، كانت الاعلام اعلاميا، اتذكر عن الفتره هذه يعني حتى كان في منافسه ما بين الاعلاميين وانت احدهم يعني من يعني الناس اللي كانوا حتى متعون القراء الأمانة يعني ويتابعونه، فالمنافسة اللي كانت موجودة ما بين الإعلام والجماهير هذا ساعد على التطوير. نعم ساعد على التطوير طبعا. نعم. اتجهت فيما بعد إلى طرى في بالك التدريب شلون؟ نعم. ما اتجهت لإدارة، اتجهت للتدريب. نعم. أنا أول ما بطلت الكرة الأمانة يعني سنة كم؟ 82. نعم. يعني أنا بطلت شوي مبكر وكانت عندي إصابة رحمة الله عليه، عشان لا أنسى يعني رئيس نادي خيطان السابق يعني والأب الروحي لنا كلنا يعني جاسم العيسى رحمة الله عليه، هو يعني وجوده لنا كان يعني دائما يعطينا تشجيع. نعم. وهو فعلا يعني خدم النادي بكل ما يعني كان من الرؤساء المميزين. أكيد. نعم. فأبو عيسى طلب مني رحمة الله عليه أني أنا أكون إداري بالفريق بعد ما بطلت الكرة، وكان بيروحون معسكر إذا ماني من غلطان بلغاريا، فعرض علي، وأنا طبعا عشان رغبة أبو عيسى وما أقدر طبعا أرد أبو عيسى لا أنا ولا غيري، ما حد كان يرد، فقلت له حاضر أبو عيسى ورحنا المعسكر. بعد المعسكر طبعا كملنا الموسم، وبعدين قلت لك أبو عيسى أنا أبي أتجه. طبعا أنت ما شفت نفسك في الإدارة؟ لا، عشان شيء حسيت إن الجو مو جو. لا أنا ماني إداري كلش يعني، وما زلت ما أبحث عن الإدارة يعني. زين. واتجهت فطبعا بعد مشاورات طبعا طلبت من النادي، وهذا طبعا كان في اذا ماني غلطان كان رئيس النادي مسعود فالح مسي عليه والاخوان اللي كانوا معه بذاك الوقت، وعبد الله جزاه الله خير يعني دزني دوره للبرازيل يعني سي يعني مبتدئ الدوره، ولله الحمد بعدها طبعا دخلت عده دورات يعني. نجحت كمدرب؟ أنا أعتقد يعني حب الجماهير لي بعد ما مسكت فريق الأول من 2010 2011 إلى 2014 تقريبا، حب الجماهير والإعلام واللي شفته أنا الأمانة حسسوني إنه فعلا أول يعني المتابع حسسوني فعلا أني أنا يعني ولله الحمد توفقت،
وطبعا الانسان عنده طموح يعني ودائما عنده هدف. حققت اللي تبيه قصدك؟ والله اتمنى طبعا المزيد مو بس لي يعني. شنو اي موسم استلمت فريق نادي خيطان؟ 2010 2011. في 2010 2011 شنو المباراه اللي تعتبرها وانت مدرب للفريق من اجمل المباريات عشان نشوف لك لقطات فيها؟ احنا اول شيء الدوري اساس تكون مقوله بس. نعم نعم احنا بالدوري يعني والله الحمد مسكت الفريق ما خسرنا ولا يعني اول مباراه لا بس لكن بعدين لعبنا اربع اقسام ففزنا القسمين الثانيين على طول يعني فتاهلنا الى المركز الثاني ولعبنا في الصاله مع السالميه. لكن بعدها طبعا في المشوار كان ممتاز واللاعبين ادائهم كان عالي جدا فلعبنا مع كاس الاتحاد وفزنا على الفرق هذه اللي جابلونا يعني كلهم فزنا عليهم لغايه ما لعبنا النهائي مع نادي الكويت وكنا احنا متقدمين بهدف كاس الاتحاد كاس العهد. نعم نعم كاس العهد ولعبنا النهائي واحنا كنا متقدمين 1-0 قاعدين نلعب مع بطل اسيا وبطل الكويت نادي الكويت اللي انا اعتز فيه طبعا وافتخر فيهم كلهم يعني اداريين وفنيين. لكن هذه كره القدم يعني فيها اكيد خاسر. شنو المباراه اللي تختار لي الان على اساس اعرض لك اياها من المباريات الكثير اللي لعبتها فريقك؟ انا طبعا احب المباراه النهائيه يعني المباراه النهائيه هي يعني لها ذكرى لي. كاس سمو العهد. نعم موسم سمو العهد موسم 2010 2011 نشوف احبتنا مباراه الكويت وخيطان في بطوله كاس سمو العهد موسم 2010 2011 ثم نعود من جديد مع مدرب السابق محمد اسماعيل. توصل الى وليد بن يعقوب عدى وليد وعدى اسماعيل وشات اسماعيل وبيد الحارس احمد العيدان. شايد هذا اسماعيل العجمي اللاعب العماني الشقيق. هذه اعاده وهذه الكره والاعاده وتوصل الكره توصل بالخطا جول الله بالخطا. بيقول حتى لو ريني تعورني ما راح اطلع الا لمن اقول. مساعد يسجل بخطا ما بين الدفاع والحارس. هذا مساعد رايح للجمهور ويقول لهم انا قولت ويقول تقديركم موجود واحتياط الفريق. شوف 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 الخطا ما بين المدافعين. شوف رجعها هذه الكره الثانيه اللي رجعها والحارس خالد الفضلي ما عدت منه الكره وعدت منه الكره. شوف الحارس من الحارس الى دانيال ما قصر ومساعد الفوزان وخالد خطا فيها. خالد الفضلي اخطا باستلامه للكره. شوف هذه اعاده تابعها متابعه مساعد ووصلت مع الكره وسجل بجول. هذا طبعا ما هو لابس غتره لا حاط علشان المطر محمد لنصير. يكون 6 انديه خذوا هذه البطوله. القادسيه 6 مرات هذا محمد الانصاري، العربي 5، الكويت 4، سالميه وكلمه مره. وهذا الانصاري يقول هذا الانصاري يحاول كثر ما يقدر. هذا محمد الانصاري مدرب فريق نادي خيطان يوجه لاعبينا محمد رماو دشتي ساعد. نعود احبتنا من جديد في برنامجكم على البال وتكمله الحوار مع المدرب الوطني محمد اسماعيل الانصاري والذي كان احد لاعبي نادي خيطان ومدرب نادي خيطان السابق. متى طار في بالك تتزوج محمد؟ اي سنه؟ اعتقد عقب ما جيت من امريكا يعني خلاص اشوف ربعي اللي قريب مني يعني الكل يعني جهز نفسه بيتزوج يعني ودي اذكر اساميهم يعني ابراهيم الحبيتر كان رئيس نادي خيطان السابق، يوسف الطاحوس الله يذكره بالخير، جاسم زين، ذيل يعني بدا واحد يتزوج. فانا قررت اني اهم نفسي اتبعهم وبعدين من وراي طبعا كمل عبد الرحمن وحامد وجمال. فبالتالي احنا كنا يعني مجموعه مع بعض معضيد الله يذكره بالخير. ولا زلت ربعي للان؟ ما زلنا ربعي للان. انت الان اذا رحت اي مكان وسافرت في اي بلد كان وين تحب تسافر يطري في بالك اول مكان تروح لوين؟ وانا شباب كنت احب اوروبا. وين تحديدا؟ اوروبا كلها يعني احب لندن، احب المانيا، احب اسبانيا. طبعا الدول
اللي الاسكندنافيه يسمونها او مو شرقيه يعني، المهم هذه. لكن بعدين قمت يعني اطلع الى الدول الاوروبيه الشرقيه اللي هي بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا لكن لما كبرنا شفت ان الدول العربيه هي اقرب لنا يعني. فطبعا كنت يعني غير دول الخليج احب مصر كثير يعني. شنو الشيء اللي طبع للحين فيك اي مكان تسافر تحب تشتري شغله معينه تطري في بالك شنو؟ والله لو بقول لك الحين بنصار يمكن تستغرب، انا احب الاعلام. ايه؟ اي دوله اروح لها لازم اشتري العلم، علم الدوله يعني. مصر اشتري علم مصر، اي دوله اروح اشتري احب اشتري الاعلام واللي يلفون فيها هذه ما تشتري صار هذا زين. هذه احب دائما اركز على الثنتين ذي يعني. مبتعد الان عن نادي خيطان؟ لا موجود، انا مدير فني حاليا بنادي خيطان. موجود؟ نعم موجود. وتحقق اللي تبيه اللي ما حققته من قبل تتمنى تحقيقه؟ والله هي طبعا انا دائما احب نادي خيطان واحب اي واحد يعني ينتسب الى نادي خيطان طبعا مع حب كبير لكل الانديه يعني. الانصاري. نعم. عندك طموحات موجوده الان شو انت تتمنى تحقيقها؟ والله احنا اهم شيء اتمنى يعني رضا الله سبحانه وتعالى علينا يعني. لكن طبعا الامنيات الشخصيه يعني انا قلت لك يعني نجاح نادي خيطان يعني انا احب نادي خيطان لو لما نجح نادي خيطان، وخاصه انا قاعد اتكلم عن كره لاني انا مدرب كره يعني. فاتمنى طبعا ان لو نرد جزء من صغير من الجميل اللي اعطانا النادي في حياتنا يعني او مشوارنا هذا، وان شاء الله يعني انا او غيري لما نكون مع فريق الاول نتمنى طبعا ان فريق خيطان ان اذا في يعني نستمر في الدرجه الممتازه او نحصل مركز متقدم او نحصل على كاس ولي العهد، كاس سيدي ولي العهد او كاس سيدي صاحب السمو. فهذه امنيات يعني اتمنى الواحد يحققها ان كان موجود او كان طبعا غيره موجود. نعم. شنو الاهداف ايضا عشان نعرضها لكم، شنو الاهداف الجميله اللي ما تنساها على مستوى المنتخب؟ نعم طبعا احنا في الفتره اللي كنا نلعب فيها مع بعض الدرجه الثانيه كان في لاعب مميز للامانه وكان يعتبر افضل لاعب بالكويت يعني او بالخليج او باسيا يعني بوفيصل فتحي كميل يعني. فتحي كميل هذا طبعا اخوي ولنا ذكريات كثيره يعني. فاحنا نلعب ومنافسه قويه ما بين خيطان والتضامن، ومع هذا احنا نلحق فتحي وين ما يروح، نحاش عن التمرين اذا عنده مباراه عنده مباراه تضامن نروح نشوف فتحي. طبعا فتحي هو النجم يعني المميز فعلا يعني، والاهداف سجل اهداف كثيره، كان في يوم من الايام هداف الدوري الدرجه الثانيه والاولى 35 هدف، لكن كانت مباراه ما تنقل يعني. نعم لكن انا اذكر هدف حق فتحي في دوره الشباب اللي اقيمت في الكويت 1975، وكنا ذاك الوقت انا معك يعني عندك سياره ما سوق توديني وتجيبني. ففتحي سجل هدف اعتقد على كوريا او اللي حطها حط اللي لمها وركنها يعني على اليابان اعتقد على اليابان. نعم فهدف جميل وقاعد يوري 1975 بطوله الشباب. نعم نعم حبتنا في كل مكان نتوقف لهدف فتحي كميل في دورة الألعاب الشباب التي أقيمت في الكويت عام 1975 في مرمى منتخب اليابان، ثم نعود معكم من جديد مع المدير الفني لفريق نادي خيطان كابتن محمد إسماعيل أنصاري. حمد أبو حمد فتحي كميل نعود احبتنا من جديد في برنامجكم على البال وحديثي مع محمد اسماعيل الانصاري المدير الفني لفريق نادي خيطان، واحد اللاعبين اللي كانوا خلال فتره السبعينات بدايه الثمانينات من اللاعبين المميزين. شفنا هدف فتحي كميل، ولكن دوري الدرجه الثانيه في تلك المرحله رقم النجوميه الطاقيه الكثيره جدا، لكن تجد لاعبين يوصلون الى المنتخب على سبيل المثال كان حسين الشطيلي من خيطان، كان فتحي كميل من التضامن، كان خلف سطام كان علي الشمري، ثم جاء في ميديل فيما بعد صباح عبد الله العتيبي الله يشافيه ويعافيه. مجموعه ليش كانوا مميزين لاعبين الدرجه الثانيه رغم انه ما كانوا يلعبون في 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 في, في فرق كبيره، لكن كان مستواه يفوق لاعبين الانديه الكبيره. هو ما ذلي يعني انا اعتقد
طفره الكره الكويتيه في هذه الفتره. فبالتالي هؤلاء النجوم اللي طلعوا في هالفتره هذه من الطفره يعني وكانوا يعني في ولاعبين ثانيين بعد ما اخذوا المنتخب كانوا يستحقون يكونون مع المنتخب للامانه يعني. الحماس المنافسه الشريفه كانت موجوده وطاغيه على الفرق هذه يعني. حتى بعد ما ظهور صلاح عبد الله عسى الله يشافيه يا رب بالساحل وصليبخات فعلا هم نسينا صليبخات هم في فتره يعني طلعوا وصعدوا دور الدرجه الاولى طالب حسين كان يعني. طالب حسين وفايز ومجموعه كبيره صراحه الامانه يعني سعيد. نعم نعم فالمنافسه هذه خلقت الجو المنافسه الشريفه وظهور لاعبين المميزين يعني. انا اذكر حتى بخيطان يعني حتى بعد سنه او سنتين او ثلاث طلع مؤيد الحداد ومؤيد الحداد يعتبر ظاهره في كره القدم يعني للامانه. وغير النجوم الثانيين اللي ما ذكرنا اساميهم يعني فعلا كانوا يستاهلون ان يكونوا في المنتخب. نعم. محمد اسماعيل انصاري انت من اللاعبين المريحين حيل. نعم. شنو تذكر اشياء مواقف ما تنساها يوم كنت تلعب كره مع زملائك اللاعبين؟ نعم احنا طبعا جدي داخل الملعب ولكن خارج الملعب شخصيه مختلفه. نعم نعم في الملعب يعني صوره معاكسه. صوره معاكسه لدرجه شنو تذكر ما تنساها في السكه في النادي؟ طبعا احنا يعني مباريات معينه صارت تلك المرحله مواقف كثيره للامانه يعني الواحد ما يعني يتذكرها الحين. لكن اذكر كنا في معسكرين حق لعبة النصر فالنادي ذاك الوقت قبل المباراة اللي صارت في الصالة. الفصالة لا هذه مو الفصالة هذه اللي قبلها لأن لعبنا قبلها اللي هي الثلاثية يعني. نعم. ثلاثية فكنا معسكرين في فندق المسيلة ذاك الوقت فعندنا لاعب يعني احنا من الشطانة يعني كنت أنا وعبد الرحمن رجعان أعتقد بغرفة واحدة فكان عندنا لاعب بغرفة ثانية ماني قايل اسمه يعني ما خلينا ينام ذيك الليله يعني صراحه الظاهر ينام مبكر واحنا على قولت قايل ذاك الوقت يعني شطاره لكن شطاره طبعا عفويه يعني. نعم نعم انت حكيت عن وايد مباريات غير المباريات الفاصله امام نادي النصر، شنو المباريات اللي ما تنساها ايضا فتره مشاركتك مع نادي خيطان؟ نحن في بالك. ايه نعم هو مباريات كثيره يعني انا يعني اذكر مباراتنا مع الكويت وكانت طبعا منقوله هذه اي يعني موسم؟ اعتقد 79 لا 80 81 79 يوم صار الدمج بدايه الدمج لعبنا مع نادي الكويت وكنا نلعب يعني ضد فريق مميز نادي الكويت وحارس مرمى عملاق احمد طرابلسي يعني فبهذه المباراه انا سجلت هدف عليه براسي يعني فمن الصعب ان لاعب قصير يعني مثلي انا اعتبر لاعب قصير مو طويل لما كره يعني اسجل هدف براسي على احمد طرابلسي اكيد هذا هدف يعني انا اعتز فيه وخاصه على احمد طرابلسي يعني فهذه المباراه كانت يعني اذكرها يعني عدل انا ما نسيتها واذكر الهدف هذا يعني. انتهى دوري فيفا والان وبعد انتهاء الموسم الرياضي نادي خيطان كان في مستوى جيد باعتقادي كله كان يحتاج اشياء أكثر. الموسم هذا؟ اي نعم. لا الموسم هذا احنا مرينا في ظروف الموسم اللي انتهى نعم اي الحين انتهى شبه انتهى نعم. لكن مرينا في ظروف الظروف هذه هي اللي ما ساعدتنا يعني امانه على ان احنا نحقق مركز. شنو الظروف؟ انا ما احب طبعا اول شيء اقول كل الشكر ل اخوي عضو مجلس الاداره مدير الكره فهد المطيري والمساعدين اللي معاه الاداريين والفنيين كابتن انور يعقوب والمساعدين اللي معاه الامانه يعني كفوا ووفوا الامانه. لكن انا اعتقد كان اختيار البدايه اختيار المدرب الاول الغزلافي مع احترامي له يعني كان يعني اختيار غير مناسب يمكن ادى هذا اللي اثر وطلعنا معسكر معاه فما انسجم الفريق ما اختار اللاعبين المميزين ما اختار اللاعبين المحترفين فلما رجعنا الكويت بعد لعبه او لعبتين غيروه جابوا الكابتن انور يعقوب من الصعوبه انه يتاقلم. نعم الكابتن محمد اسماعيل انصاري كنت سعيد ان تكون ضيفي في كلمه اخيره ابو احمد. اول شيء طبعا انا شاكر لك وانت ما تزال شكر يعني للامانه لكن احنا دائما اخوان وصداقتنا يعني قديمه وما زالت ولله الحمد. اشكر طبعا تلفزيون الكويت واتمنى طبعا التوفيق لنادي خيطان ان شاء الله.
احبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهايه برنامجكم على البال، كان ضيفي المدير الفني نادي خيطان محمد اسماعيل الانصاري. باذن الله تعالى نلتقي قدم في حلقه جديده. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه، هذا الكويت في صلاتكم، ان الله يحفظهم كل شر، نلقاكم باكر باذن الله تعالى. فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم، مع السلامه. We'll be right back.